خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. ترددت قبل ما ادخل القرية، خفت على اخي وعلى بيتي. راجح جلس حاول احج ولا تخرج الا ما اكلمك. وانت يا جابر اي حين عيسدوا اسكت قولي لي اي حين عيسدوا لو ما تشبع الارض دم 26 سنة واحنا على هذا الحال والسبب ما هو سد ما يعني ما هو عتجلسوا تلعبوا بنا على كيفكم ولا ايش؟ وراجح الذي احرقته بيته؟ انا مش حلفت ليش يمين ما تروحي خطوة نحو السد. انت شتموتي ومين ما نشتيناش ما حسبتونيش في حياتكم. الحمد لله عفو عنش وعمري ما حسيت اني صغير مثل ما حسيت اليوم. نسينا رصاصة واحدة بس. لمن؟ الاسم هذا عاد اخليه عليك، انت خاله وما عاد تختار الا اسم حالي. سموه يحيى. اليوم انا شا اخليك تتعرف علي وعلى طريقتي عشان تبطل تكذب. ابي عيموت ابي عيموت. ما رايك اعجبك المكان؟ لايقبك مه
آخر الليل تأتيك الدواهي. هيا خير، ما تشتي؟ أشتي راجح. ما هو؟ مثل ما سمعت، جاي لي آخر الليل تدور لك خبر فاضي. هو صاحبك، أنت أكثر واحد داري أينه، سير دوره بعيد عني. حميد لا تختبر صبري، وينه راجح؟ ما عاش من يمد يده على حميد الرياحني. سير دور لك خبر في مكان ثاني، ولا دور على قاتل أبوك بدل من جالس تحامي عليه. لا تتهرب وتغير موضوع ثاني. أنت ما قد تعرفني، خرج راجح من روحك صخر. مش اسمه بس صخر، اسمه قلب. أنت تهددني يا مجاوري؟ المشاكل اللي في القرية بسبب الماء، وأنت أصل المشكلة. وصاير وصمت لك عليها وأرضي وشليتها، ما عاد شي نفعل لك أكثر. خرجني من هنا وأنا أوعدك ما زلت أرجع القرية ولا تسيرتك. قل يا حمد في التلفون اتصل مرتي أطمن عليها وأطمنها علي. قل يا حمد. والله لا وقع بها شيء يا حميد، والله لا أقتلك. يا راجح خلاص خلي للمراحة لها، ذا الحين قد يئست أن أنت موجود، للما عاد عيد الأمل من جديد. قرب وقعتك بس يا حميد. ما أعرفك شي هكذا، أنا بالقريتك ما فعلت بغل ما تفعل بي هكذا. كل من كان قريب من ناصر يستاهل يموت. تأخرت عليك صح؟ وأنا بين أقول ما الواحد بيلاحقني هذاك اليوم، أنا متخانو بيدور صمغ العميد، ما أنا إيش داير إنك هالصمغ بنفسه. حق اضحك مالك، والله إنه بلاش ما تيريا. الله كيف أنت قال بصوره. أمان الله وعقد حواجبي مثلك طول اليوم، يمكن لا يرتبطي أو يقع فيه التماس. هنية لأمك. الداري أنا ما أقدرش أقول هنية لأمك لأني مش أمك أصلا. أمك لو ذكية وما سرقتك تفعل نقل قدم ولا تثبت أوراق الملكية، هكذا حد يقدر يشلك، لكن ده حد يقدر يشلك يعني. تعرف يا يحيى، أنا ما كنتش أتخيل يوم من الأيام إني ممكن أضحك بهذا الشكل، ولا حتى أحزن أو تختلف مشاعري. حياتي كلها كانت جامدة، ما بش فيها لا طعم ولا روح، إلا من بعد ما عرفتك اقتلبت موازين حياتي.
كم تمنيت انه يكون لي اخ. ودحين معك اخ واخوات وام وقريه. اسمع انت حجي معنا القريه، لا تفكر انك عاد ارتاح. امانه عاد انشت عباك انه انا نفسي اصير اتحسد. وشتك تجي معي، وش تتبرع الريحانه، ولا اقول لك ايش رايك نتبرع انا وانت، انا اديك لي وانت تديك لي، قصدي عشان لو افتضرت حقي الكلى يقع معاه واحد احتياط. جمعتنا بطن واحدة وفرقتنا الدنيا، أنت سامح أمك وتقبل أمي وسامح الكل عشان تعيش وتتعايش، وخلي الحساب ليوم الحساب ولرب الحساب. لو سمحتي أين عتشليها؟ شاشلها الثلاجة عشان يدفنوها. أنا اشتي هذا اليد، هذا اليد شلتني لسنين وما تعبت مني، ربتني وأكلتني وشربتني وحمتني وما حرمتنيش من حاجة. هذا اليد تعبت وعانت وكافحت لو ما كبرت وحفظت لي كرامتي. لو سمحتي لا تحرميني منها. قولي الحمد لله قضى الله قدره. يمكن راجح يكون محجوز عند الضابط اللي يحقق في قضية يحيى. وعلى فكرة موت يحيى فتح كل الملفات ومن بينهم راجح. ما اعتقدش ان راجح محجوز، على الاقل كان بلغ زوجته. انا مش عارف ليش مختفي هذا اليومتين. ايش المفاجأة هذه؟ صخر موجود ولا احد يقول لي. اهلا يا اسد. اهلا يا صخر، متى جيت؟ تقريبا لي نص ساعة. يا اخي من مثلك، من يوم حصلت ام واخوات وقريه جديده كانك خلقت امس. امك جميله مريضه. من متى؟ والله مش عارف، اتصلت لي ورحت اشتريت العلاج ورجعت. يا شباب صخر يحب جميله، مستحيل يفلتها، واراهنكم. وانا اراهنك انه بيفلت جميله وبيروح يعيش عند خيزره. لا استقر لي حال ولا ارتاح لي بال من يوم عرفت خيزرة، ويمر اليوم واليومين وأنت ما ترفع السماعة تتصل علي. مع هذا كله ما يأست وقلت بني عايجية اليوم. قومي يا جميلة، سبري لها الغداء، فعلي لها الأكلة اللي يحبها. لكن ابني ما جاش، قلت هيجي العشي، ما يصبرش يتعشى من طبخ الغداء. قومي يا جميلة، سبري له عشاء من اللي يحبه. ويخطى النهار ويخطى الليل، واليوم الأول واليوم الثاني، وأنا أجهز لك صبوحك وغداك وعشاك وأواسي نفسي وأقول إني مستحيل يفلتني. لكن ابني كنت مستغني عني، قد معه أم ثانية. ليش؟ ليش أتعب نفسي وأحرق أعصابي وأنا منتظرة يفتح الباب وتدخل؟ يكفي يكفي.
حسان. أبي مات يا توفيق بسببي. أبي مات بسببي يا توفيق. غسان اهدأ. من أقول لك أبي مات؟ غسان استهدي بالله، صلي على رسول الله. أنتم ما تفهموش. أبي مات بسببي. أبي مات بسببي يا الله العظيم. يا خلوا له حاله يمكن يرتاح. افتحوا الباب. افتحوا الباب. دالحين أنا إيش سويت؟ كل ما حلقت عليكم جيت وشليتوني تحققوا معي. مسعود عبد الكريم الرياحي، وصلتنا عدة بلاغات عنك. بلاغات عني؟ ايش من بلاغات؟ وايش الدليل؟ بانك بتحوي عمليات سرقة في ورشتك، وبتقود هؤلاء الشباب وبتحرضهم على السرقة. يا ساتر، من هذا اللي افترى علي؟ منهم؟ مسعود، احنا نعرف كل شيء عنك، مش علي الحركة هذا. ايش من حركات؟ الله يرضى عليك. بصراحة انا مصطوم من الكلام اللي قلته علي. ورشتي مفتوحة للكل، استقبل شباب القرية اللي ما يعرفوا حتى انا، حتى اصحاب امير اللي خرجوا من الاحداث فعلت فيهم خير واجر كبير. فتحت لهم ورشتي وخليتهم ياكلوا ويشربوا ويرقدوا ويشتغلوا، وعلمتهم وصبرت عليهم، وخرجوا من الورشة من عندي رجال. غسان ضلع كل المخبأ، مشينا نجلس جنبه. والضابط بيحقق بدقة في كل كبيرة وصغيرة. لما تخلص التحقيق معه الحقني له مديرية. ايش معك؟ اتصل بعبود بيقول ان عاتق في المستشفى، وانا اروح اشوفها ضروري. ليش ما لحق؟ ما لي يعني. طيب انا شخلص والحقك. تعرف صاحب هذا الصورة؟ ما أعرفش إذا قابلتها من قبل ولا لا. ركز. صاحب هذا الصورة؟ لا. أنا مش عارف ليش بتسألوني هذا الأسئلة. هذا نشوان وأبو نشوان، قدمت لهم خدمة قبل سنة، ذاكر ولا ذكرك؟ يا فندم أنا ما قدمش خدمات تضر أبداً. المعلومات الذي عندي بتقول إنك بتقدم خدمات لأصحاب الطبقة ال... ويمكن المعلومة هذا خطأ. في عليك شهود؟ أنا مستعد أواجهه. الإنكار ما بيفتش، وعي عرق للقضية، وقضية يحيى لا يمكن إني أقفلها أو أنسبها المجهول طالما في دولة وفي قانون. خلاص جهزي نفسك وجهزي البيت، احنا اتفقنا احنا وريحنا مش العلوي ومعي الليلة وعن التفق ان شاء الله. الله يجعلها زواجة الخير والبركة. خاطرش اذا في نفس الشيء قولي لي. انت حفيدة عابد المجاوري ما ليش ولا يهمي، قولي ما في نفسك. يلا يا بنتي اللي بتعمليه ما يجوز. تشي تدفنها مثل ما دفنت بنت وامها من سنين، وهم اكثر الناس محتاجين لك. مش حق يا بنتي، انا ظلمتش وظلمتهم، مش سامحوني. على ايش اسامحك؟ على كلمه ياب اللي انحرمت منها؟ عمر حظني ما سمعت لساني تقول يابا. على ايش اسامحك؟ على كل لحظة فرح انحرمت منها بسببك؟ ولا على كل حق من حقوقي ما اخذته منك؟ ما هو اللي قدمته؟ لا حب، لا اهتمام، ولا حنية. ما كلفتش نفسك تسأل علي ولو لمرة واحدة في حياتك.
اهدى يا بنتي اهدى. الله يرضى عليك. أنا من؟ رد علي، أنا بنت عاتق المرملة وبس. إيش من أبوة هذه؟ ها؟ تكلم، إيش من أبوة هذه؟ أنت حتى كلمة أب ما تعرفهاش. ماش حق يا بنتي في كل كلمة قلتيها، بس تذكري أول مرة شفتك فيها حسيت قلبي ينبض، مش مصدق إن كل الوقت هذا مر علي وأنا محروم من الأبوة. لو قلت إيش ما تقول ولا بتهتز فيني شعرة، لأن قلبي أنا أمي محمل عليك ملام على كل يوم مر علينا وإحنا محتاجينك فيه. أنا ما عنديش أب، أنا أبي مات من زمان، واسأل الله أن يغفر له ويرحمه. حتى بنتك ظلمتها يا خال، أنا كنت أعتقد أنك ظلمتني وحدي وبس. أنا ما ظلمتكش يا صخر، أنا اهتميت بك زيادة ونسيت مرتي وبنتي واعتبرتك مثل ابني وأعظم. حاليا مثل ابني وأعظم. الحب عندك هو اللي يوجه الشخص إنه يعمل الغلط، يكون إنسان كريم يحاول ينتقم من الناس. خلاص يا صخر، خلاص يكفي كلام، اللي فيني مكفيني وما فعلت عاتك فيني ما هوش قليل، ولو هو فيك إنك قتلتها. إيش عملت عاتك؟ انت عارف شيء غير مقتلها لصابر؟ المشاكل خيرات لها انا يكفي وبس. لو تذبحني ما كلمك، راح لك مني. فتحت صفحة بعنوان الأمل ونسيت أنا كل هالماضي اللي راح، وقفت في وجه الإحباط والملل وغلبت يأسي بعنوان الكفاح، وضنشت من عايروني بالفشل وتخطيت سهام التذمر والرماح، والمستحيل عندي أصبح محتمل، وشفت من ضاح وربيت لي جناح، تحديت بأعاقتي كل العلل وثبت رغم العواصف والرياح، وغصبا على الكل واصلت العمل وحققت حلمي وحققت النجاح، وخليت أنا الكل يبصرني مثل عبود العرج ما استسلم وضاح. Thank you.
والله شكلك نكته وانت بتذاكر يا عبو. يا ولد والله ان القرايه طلعت صعب قوي، ماشي مثل ما كنت اتخيل. والله والله بس ما عاد صعبش علي، لان قد قررت وعزمت من داخل اني اقع اكبر معلم في اليمن وافتح اكبر ورشه واعوض نفسي من كل شيء انحرم. الله يعينك يا صاحبي. تشيشي من القريه؟ سلم على الجبل والسد والقريه وابوك حميد كلها وبطل الزره ويعقل احسن له. تمام خاطرك، الله معك. الله معك رحلك قلبي عيوحش ذاكر. اجلس اجلس اجلس، لا عاد تتعبش نفسك. لما معانا مواضيع كثيره عم نتكلم فيها. ايش من مواضيع؟ اهم موضوع كيف بستفيد من ذكاء عبود الذي رجع يدرس، ايه، وكيف بيساهم عبود في الحفاظ على امن المدينه. ضم الأيام يا سد الغريب، هل من مجيب؟ إحنا السبب ولا الزمن أصبح غريب؟ صرنا جروح للوقت وأحزان السنين، هل باقي روح للكره ولا للخلاف؟ كم حلمي مات فينا ولا غير الحنين، متفرقين حتى من الفرحة نخاف، عمر الخلاص مكان بارود ورصاص، كم من عيون تصرخ لنا عيل عمر ضاع وولدنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. عيل عمر ضاع وولدنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. تعود الحياة حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس، والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب، نفتح طريق القلوب